ناسك يحبونك حبك صدنا بالقلب ناسك يحبونك. حياكم الله مشاهدي الكرام، نرحب فيكم إلى أولى فقراتنا لهالصباح، واللي من خلالها رح نتعرف على فكرة حضارية وعلى مشروع ازدهار. مشروع ازدهار بدأ في جمعية الأسر التنموية في عمان، العدوى الإيجابية انتقلت إلى محافظة معان، وبالتحديد من خلال جمعية الأنوار الخيرية للسيدات. الجمعية استعانت بجمعية الأسر التنموية وتم استقطاب هذا المشروع، مشروع ازدهار لتمكين السيدات اقتصاديا، عمره سنة الآن المشروع، وغدا صباحا سيحتفي بتخريج الفوج الأول من فتيات وسيدات المجتمع المحلي. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفاتي الكريمات من محافظة معان، اولا بالاخت لانا كريشان رئيسه جمعيه الانوار الخيريه. اهلا وسهلا ست لانا، يعطيك العافيه. وارحب ايضا بالاخت احسان الرواد. ست احسان، حضرتك متدربه في المشروع والان حصلتي على وظيفه بمستشفى معان الحكومي، اهلا وسهلا فيكي. وايضا ارحب بالاخت امنه يونس، حضرتك منسقه المشروع من جمعيه الاسر التنمويه، اهلا وسهلا فيكي. ومنرحب فيكم جميعا وسعيدين بهذا المشروع. كيف الطريق من معان؟ منيحة؟ الحمد لله. الله يعطيكم العافية. احنا غلبناكم بس يعني احنا كنا حابين تشرفونا وتنورونا بالاستوديو وتنوروا عمان، اهلا وسهلا فيكم. رح ابدا مع ست آمنة. ست آمنة، حضرتك كنت منسقة المشروع، بس هيك خبرينا يعني نعطي ملامح سريعة للسادة المشاهدين على مشروع الازدهار اللي خرج 35 فوز لغاية الآن في جمعية الأسر التنموية، وكيف بدأت الشراكة مع جمعية الأنوار الخيرية؟ طبعا انا بالبدايه بحب اتقدم بالشكر الكبير لحضرتك ست فخر ولمشروع لبرنامج يوم جديد على التغطيه الاعلاميه الواسعه اللي دائما عم بيقدمه لمشروع ازدهار وجمعيه الاسر التنمويه. طبعا بلش مشروع ازدهار في جمعيه الاسر التنمويه منذ عام 2000 اللي اشرتي له حضرتك، بدعم وتمويل من قبل العديد من الجهات الداعمه لهذا المشروع. قمنا بتنفيذ 35 دوره تدريبيه، اي ما يعادل تدريب ب 650 فتاه وسيده وتمكينهن من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه. احنا بلشنا طبعا تستهدفوا الصبايا وسيدات المجتمع المحلي، المجتمع المحلي طبعا في الهاشمي الشمالي في وادي الحدادة، في منطقة القصور، وكانت بداية منطقة القصور والنزهة ووادي الحدادة، بس احنا هلا عم نستهدف جميع السيدات والفتيات في محافظة العاصمة عمان. طبعا حققنا الدورات هذه مجانية، مش دورات مجانية، دورات تدريبية مجانية كانت في شاملة، وهلأ صارت متخصصة في مجالات التدبير والفن الطهي وفي مجالات تربية وتعليم الطفل. هلأ بلشنا إحنا مشروعنا مع جمعية الأنوار الخيرية من خلال الدراسة اللي قدمت لنا إياها السيدة لانا كريشان رئيسة جمعية الأنوار، اللي كانت تتجاوب أو تنسجم أهداف مشروع ازدهار اللي بتمثل في تمكين السيدات الفقيرات ذوات الدخل المتدني في المناطق الفقيرة وتحسين مستواهم المعيشي من خلال تعديل الاتجاهات السلبية الفردية والمجتمعية اتجاه عمل المرأة في القطاعات الخدمية. فجاء هذا الدراسة انسجاما مع أهداف المشروع، وبدعم من وزارة التنمية الاجتماعية قمنا بتنفيذ ازدهار في محافظة معان في عام 2012. حلو. طيب يعني ست لانا، حضرتك رئيسة الجمعية، في البداية رح تخبريني عن الجمعية ونعطي السادة المشاهدين فكرة عامة عن نشاطاتها وبرامجها، وبعدين تخبريني كيف فكرتي، كيف عرفتي عن المشروع، ويعني كيف صارت الشراكة والصلة ما بين الأسر التنموية وما بينكم. بداية ست فخر، أنا بشكرك على استضافتك إن في هذا البرنامج. أنا بشكركم إنكم إجيتوا، أنا بشكركم بالعكس. يعني هلا لما انت بتحس حالك حققت نجاح وانجازات للمراه، اكيد يعني ضروري انه السيدات الاخريات يعرفوا كمان احنا شو حققنا للمراه، وان شاء الله بنتمنى ياخذوا خطواتهم ان شاء الله. كويس. بدايه، جمعيه الانوار هي جمعيه خيريه، جمعيه في محافظه معان، تاسست في عام 2010. الجمعيه طبعا هدفها هو حل المشكلات الاسريه، طبعا هدفنا حل المشكلات الاسريه والحد منها بشكل كامل سواء كان الاجتماعية أو الاقتصادية. طبعا الجمعية أعضائها 45 عضوة كهيئة عامة،
طبعا الان عندنا تعتبر مشاريع بارزه وصار لنا شركاء، طبعا من خلال دعمهم قدرنا ان نوصل مش للمراه فقط، للاسره بشكل عام. حلو. نقدم لهم خدمات بشكل كامل. هلا عندنا احنا مكتب مركز الارشاد الاسري، هذا المركز بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسره، هذا المركز من خلاله تم تعيين 3 فتيات كمرشدات اجتماعيات بقدموا خدمات ارشاديه سواء زواجيه سواء نفسيه سواء اسريه للعائلات وللاسره بشكل عام. وعندكم خط ساخن وهيك بحكم. طبعا اكيد اكيد. وهلا طبعا احنا تفاجئنا انه المشروع صار يراجعنا حالات بكم يعني شهريا الحمد لله. كويس بتحلوها المشاكل على كل اكيد طبعا المرشدات هذا يعني المهم ان المشاكل تنحل اكيد يعني. الحمد لله يعني مش المشاكل يعني بس انه الحمد لله يمكن عند مثلا عند اي حدا بتكون مش مشكله بس عند صاحبها بتكون مشكله كبيره اكيد هي قضية لما يلاقي يعني ناس يحلوا له اياها يساعدوه في حلها يمكن بالزبط. يكون الحل مغطى يعني بقشه زي ما بيحكوها بس يساعد اكيد ساعدوا كثير من الاسر اكيد. هلا كمان عندنا مشروع العياده القانونيه، هذا بالتعاون كان مع مركز العدل، هذا من خلاله تم تعيين محامي قانوني بيقوم استشارات مجانيه للسيدات وبقدم كمان تمثيل مجاني في المحاكم للسيدات وللأسرة بشكل عام يعني للعائلات بشكل عام. وكذلك الأمر المشروع رح يقوم على عملية توعية قانونية للسيدات وللأسرة بكافة شرائحها، يعني هذا المشروع نعتبره ناجح برضه. كذلك الأمر الآن طبعا رح نقوم بعملية كذلك الأمر في مشروع كافتيريا الخيرية، هذا المشروع رح يتم فيه 19 سيدة رح يتعينوا خلال هذا المشروع. كافتيريا يعني معناته بدكم تصيروا تعملوا وجبات وأكل رح تكون داخل السكن الجامعي في جامعة الحسين بن طلال، فرح يقوم بتقديم وجبات، طبعا رح يكون دوام الفتيات فيه من 7 الصبح لل 11 في الليل، رح يفتح فرص تعيين في المرحلة الأولى ل 19 سيدة. كويس. الله نعم. طب هلا الكافتيريا الموجودة بالجامعة شو هي؟ كافتيريا ايش؟ لا هاي كافتيريا في الجامعه، احنا هلا اللي بدنا نعملها في تعملوا في خيار ثاني يعني. هلا احنا السكنات صارت يعني من خلال المدينه الصناعيه عملوا سكنات جديده لفتيات الجامعه، هلا بقطنهم 1500 طالبه، فهلا عندهم مشكله الصبايا انه ما عندهم كافتيريا، فاحنا اخذنا هاي الكافتيريا حتى نفتح فرص تعيين للسيدات في المنطقه. كويس يعني السيدات حيطبخوا لهم كانه اكل بيتهم يعني. أكيد. في الموضوع كثير مهم. أكيد. طيب كويس، هي عرفنا فكرة عامة عن هالجمعية يعني من 2010 يعني عمرها 3 سنوات واستطاعت انها تحقق هالقد النجاح، فيعني بنحييكم ونحيي كل السيدات اللي معاكي ستلانا. تخبرينا على شراكتكم، كيف فكرتي بالمشروع، كيف عرفتي عن مشروع الزهار؟ بداية طبعا احنا درسنا واقع المرأة في محافظة معان، فوجدنا انه بعض السيدات بواجهوا مشاكل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فطبعا تفاجأنا يعني انا من خلال اطلاعي على وضع النت يعني بتابعه باستمرار، فوجدت انه جمعيه الاسر التنمويه نجاحهم وتجربتهم طويله في مشروع الزهار وخبرتهم كانت طويله، فتوجهنا للجمعيه على اساس انه يشتغلوا معنا في مشروع الزهار، وبصدق يعني تعاونوا معنا وكان المشروع تحت اشرافهم وكان تنسيقهم. كنا يوم نتواصل انا وست امنه بمتابعه ست ميسر، وانا باسمي وباسم اعضاء الهيئه الاداريه بتقدم من السيد الفاضل ست ميسر السعدي على دعمها وتواصلها. ست ميسر هي رئيسه جمعيه الاسر التنمويه عشان اللي عم بسمع يفهم عن مين بنحكي. فكانت دائما متابعه لنا في المشروع متواصل، وكان طبعا جميع المشروع نفذناه في معان من خلال تنسيقهم وتوجيههم واشرافهم. كان برضو كذلك الأمر يعني مشروع الزهار طبعا كان مشروع ناجح بنعتبره، لأنه إحنا من خلاله دربنا 40 سيدة، الأربعين سيدة اللي دربناهم جميعهم تم تعيينهم في مؤسسات. طيب خليني بس أوقف هيك لحظة، إحنا عم نحكي عن مشروع تمكين النساء اقتصاديا، إحنا عم نتحدث على فئة من السيدات اللي هم ما عندهم فرصة عمل، يمكن تكون شهاداتهم يعني شهاداتهم التعليميه ما عندهم شهادات جامعيه، محتاجين يشتغلوا، كل واحد محتاج يشتغل، كل واحد محتاج يجيب لبيته فلوس. انتم عم بتدربوهم على ايش ست لانا؟ يعني دربناهم هلا في مجال التدبير المنزلي ودربناهم في مجال الطهي. طيب كيف تقبل الفكره؟ يعني انا بتذكر جمعيه الاسر التنمويه الاولى لما استضفنا ست ميسر تحدثنا عن الموضوع، يعني كنا نختار الكلمات لأنه كان الأهالي متحفظين جدا، شو بناتنا يتعلموا يروحوا يخدموا في الفنادق يخدموا في المستشفيات مثلا، هي مش كلمة خدمة، احنا كلنا بنخدم، أنا بخدم بالتلفزيون، حضرتك تخدمي بجمعية، حضرتك تخدمي في بلدك، كلنا بنخدم وين ما كان. أكيد. العمل خدمة. أكيد. فكنا نتحدث
يعني بمنتهى الحرص على اختيار الالفاظ، لانه ما كانش الفكره ما كانش لها تقبل. لكن الان انت عم تتحدثي كيف يعني المجتمع المحلي في معان، كيف وصلت الفكره وكيف قدرتي انك تعملي حشد انجاز للتعبير لتدريب الفتيات والسيدات على هذا الموضوع؟ اكيد يعني انت لوحدك جمعية يعني ما راح تقدر تحقق نجاح في مشروع انك تعين 40 سيدة. اكيد يعني احنا في الفترة الاولى عينا، قمنا بتشكيل لجنة توجيهية استشارية للمشروع باشراف طبعا جمعية الاسر التنموية، كان بترأسها عطوفة محافظ معان والعديد من اصحاب القرار في المحافظة، وانا باسمي طبعا بتوجه بالشكر لعطوفة محافظ معان، كان بصراحة متعاون مع ابعد مدى. وكذلك الامر بتوقع بتقدم بالشكر لعطوفه عميد كليه معاني الدكتور سطام الخطيب، اللي طبعا احنا بنعتبر الكليه شريكي معنا في كافه مشاريعنا، بيقدم لنا تسهيلات في كافه مشاريعنا. وطبعا لما تفاجأنا انه المجتمع بالعكس، وكان دور الاهل، كان دور المسؤولين تقبلهم، يعني لما كانوا الاهل متابعين لوضع بناتهم يجوا بتلاقي يعني كامل الموضوع، سواء الاهل او سواء اصحاب القرار لدينا وسواء الجمعيه وسواء جمعيه اسر التنموية، فكان المشروع هو التقبل ياتي نتيجه لانه انت بتعرفي انه اللي بدها تتوظف راح تحظى باحترامها وراح يكون مكان شغلها مكان محترم. وايضا يعني يمكن ست احسان حضرتك واحده من المتدربات وحصلتي على وظيفه، بتحكي لنا عن التجربه في هالمشروع، يعني كل الستات عندهم مهارة إنهم يكونوا مدبرات في المنزل، مش هيك؟ كلنا كلنا عندنا هالمهارة بالفطرة يمكن قد تكون. لكن المشروع وانخراطك فيه شو أضاف لك؟ والله أول شيء أنا بشكرك على استضافتنا ست بخير. أنا استفدت كثير كثير من الدورة، يعني الدورة اللي أنا أخذتها يعني استفدت منها لأبعد الحدود. بالنسبة لوضعي المادي تحسن كثير، والحمد لله أتاحت لي فرصة عمل، ويعني كان وضعي أول يعني بالنسبة لتسع أفراد في البيت، وشجعني كمان زوجي وابني، شجعوني تشجيع كبير جدا يعني بالنسبة لأني أتوظف وأني أروح أخذ الدورة. وكانت دورة تدريبية يعني على أكمل الحدود. بالنسبة للدورة أخذنا دورات كيف بالنسبة لحقوقنا في الضمان الاجتماعي، بالنسبة ل مهارات الاتصال كمان أخذنا الدورة. الدورة هاي نفسها تدبير منزل كمان أخذنا دورة لمهارات الاتصال، دورة عن الضمان الاجتماعي، عن حقوقنا كيف حقوق العاملين بشكل عام. طيب ست إحسان حضرتك كنت تشتغلي بالأول؟ لا ما كنت. لا لا دغري توظفتي بعد الدورة؟ الحمد لله بعد الدورة أنا استفدت كثير يعني من الدورة على طول. مبسوطة بشغلك؟ والله الحمد لله الحمد لله أنا مبسوطة جدا في شغلي. وكنت بتمنى إنها كانت قبل هيك، يعني قبل ما نكون في هالعمر هذا كنت بتمنى. بس الحمد في بنات صبايا في أصغر منهم من أولادي كمان إجوا تدربوا معنا، وبرضو كمان واحدة من البنات اللي عندي كمان على شفت السي كمان بتشتغل معنا. حلو. الحمد لله. طيب. والله استفدنا. يعني شو احلى من الواحد انه يخدم في بلده ويشتغل في بلده وين ما كان. وانا بشكر والله رئيسة الجمعية ست لانا جمعية الانوار كمان يعني سهلت لنا جميع الامور. وانتم كمان انتم بتستاهلوا، لانه انتم قدرتوا يعني تاخذوا، يعني ما ضلكم تستنوا الوظيفة لتجيكم في البيت، على البيت انتم رحتوا اشتركتوا في دورة لما فكرة الدورة طلعت اشتركتوا فيها، طورتوا حالكم، وهي الحمد لله اشتغلتي بمستشفى معان. ان شاء الله منزورك يعني مستشفى معان منشوفك. يا ميت اهلا وسهلا فيك. والله يا ميت اهلا وسهلا فيك. الله يسعدك ويسعدك. وانا بقدم شكري كمان للدكتور وليد، لانه عطوفة الدكتور وليد الرواد، لانه كمان دعمنا مدير مستشفى معان. مدير مستشفى معان دعمنا كل الدعم، وباستمرار يعني بتابع جميع الشفتات، مو بس شفت السي يعني اللي احنا عليه من خلال الدوره. يعني المستشفى معان على ثلاث شفتات بتابعها باستمرار. طب كويس يعني، يلا ان شاء الله يعني تبيضوا الوجه كمان، يعني ان شاء الله ان نكون مبيض وجه الدكتور وليد ومبيض ست لانا وجمعية الاسر التنموية. طيب يعني كلهم الان الاسر التنموية شو رايك يعني انتم كمنسق، حضرتك منسقه للمشروع وانتقلتوا لهال يعني لمعان، عندكم افكار للانتقال لمحافظات ثانيه، مساعده جهات اخرى؟ اكيد. هلا بالنسبه لفكره يعني النجاح اللي حققه
الازدهار في محافظة معان، النجاح يعني تقريبا غير المتوقع من خلال تقبل فكرته ومن خلال تدريب السيدة تدريبهم وتشغيلهم بكامل المشاركات في مشروع ازدهار. زادت رغبتنا في أنه نعمم هاي الفكرة على كافة محافظات المملكة الهاشمية، وإحنا بالفعل بلشنا بهاي الخطوة من خلال توقيعنا لمذكرة التفاهم مع ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 22/9/2012. كان هدف هاي المذكرة أنه نساعد في تدريب وتشغيل المتقدمين بطلبات توظيف لديوان الخدمة. شايفه كيف الفكره نضجت؟ يعني بلشت بفكره هيك ست ميسر لما تحدثت قبل سنوات عنها، كانت فكره بسيطه، حلم، كانت حلم. شوفي الان، شوفي قديش صارت منظمه الفكره وصارت لها اطار مؤسسي حتى. يعني عم يسعى. على كل حال يعني بنوجه تحيه للست ميسر ولجمعيه اسر التنمويه. ست لانا، كلمه اخيره، بكره التخريج 40 صبيه وسيده رح يتم تخريجهم، شو يعني شو طموحاتك بعد هالتخريج؟ بداية طبعا أنا بتمنى أنه جمعية الأسر تتواصل معنا في المشروع، لأنه إحنا لأسماء مسألة صفينا ما نلحق طلبات يعني. طب كويس. هلأ يمكن أنتوا تقدروا تتعاونوا مع جمعيات أخرى، يعني أكيد. سلمتكم الجمعية. طب أنا بدي أشكركم ويعني مبروك تخريج الصبايا، سلموا لنا عليهم كلهم إن شاء الله. كلهم توظفوا مش هيك؟ الحمد لله، بوظائف محترمة تليق بكل الصبايا مش هيك؟ أكيد. بالمستشفى وبالجامعة، وين كمان؟ بكلية المجتمع، كلية مجتمع معان، في صبيكة، في مصنع ألبان، يعني في مواقع خدمية متنوعة. كثير كويس. ست لانا، بدي أشكر حضرتك. ست إحسان، شكرا للحديث عن تجربتك وحتى الصبايا إنهم يتدربوا. وست آمنة، أنا بدي أشكرك وتحياتنا لجمعية الأسر التنموية. وإحنا كثير بنشكرك وما شاء الله عنكم يعني. الله يسلمك. بس بحب أحكي بالخاتمة إنه إحنا هلأ في صدد إنه نبلش في دورة تدريبية في مجال فن الطهي وتدبير المنزلي، للي بيحبوا إنهم يشاركونا بتفضلوا عنا على الجمعية. مجانية. مجانية.